السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما اقرأي هذه الجملة منيسة. بو مشتري متستس. اقرأي مشتري هذا السؤال. ماذا تأكل؟ ما معنى تأكل؟ ماذا؟ هل كتبت هذه الأسئلة من الكتاب؟ نعم. في الكتاب كان هذا السؤال. بولا ساندي يعني مختار. من ستكون بولاد؟ ماذا تكون بولاد أو تكون بولاد؟ بنيتشن تدري بوزة؟ آه، بملخص ملخص التركيب. التراكيب. ملخص التراكيب تشنا قامت. ماذا تأكل؟ تأكل نمي سانكو وبين مشتري. نطور كشر كوما. سوالار نيوز ماسة معنى لار نيوز ماسة شو نقبلت ما حرب التجاب معنى اسمنا يوزي لدودم كيين حرب التسوز vazifasini arab tilida yoziladi odam. Nega yozmadingiz? O'shalarni ham yozib qo'y. Man bo'sh joyga bitta gap hajab. Masalan, mana man bo'sh joyda turdi. Ayni to'soli shuni. Kemada taqro'u. Buni. Shularni yozib qo'y. Ne yapıp şuna kadar bitti yapı anakasını yazıp koy. İzahını, şarkını. Her bitti sözü. Ki amelü sözde hamaste hamze bulet. Alif ustiga hamza qo'yib chiqing. Bu hamza qo'yilishi shart. Hamzada. Hamza qo'yib chiqing, xo'pmi?
هم سوال باريدي ونا عالدين هل لك أطفال هل لك أطفال عشان يا خا خام خا خام يوخد بجواب بير بشغينا دوهم شنان قد بيتو مدم يتمو مدم اكي خل جواب بير بشغينا دب ايتو مدم يتمو مدم ايش تو السلامة يابم ايش تمي بسلام الو قزلي ايش تلتستس نمي نمي بسلام دي سوال بير ومانكو بيشنچ جدول ديگه سوال گه خا منده بار كين يوق منده يوق دب جواب بريله دب اتو مدم اتو مدم اتو ديس يازشتن دانش بار ماشي بيشنش جدول كي مام ب خمس نيوز جاني لدن كين ماشي ساكز دن كين بس تجوي بار بس جواب بير قويلة خا مين ده بار يوق مين ده يوق كي خل جواب بيريلة چونكي وش كنا يوق مين ده يوق اتاما دي لكو خوش بويلهم يا أما آخر جي جاب خار بيت سوزن مالي جيني آس بشقي خب ما مشتري أنا لي أخونا لي ثمانية أطفال النبي أودي جار مجرور مبتدأ خبر مقدم وات ثمانية أطفال عدد معدود عدد مضاف معدود مضاف إليه وات ثمانية خام برنجون ده من ضم مالي بوغانجة مبتدأ مؤخر عدد مبتدأ مؤخر ومضاف أطفال مضاف إليه دب يوزب شخين خارب التسوز خو جيل ليا بس لقيت تدم شلار نيوزش كم كيدا؟ أخواتي يبقى مسلم على كيدا مسلمة مسلمة كما قالوا يوز بوي من قروخته
Bu faqat ha deb javob berdi. Yo'q deb javob bermadi. Nimaga hech qaysingiz tarjimasini yozmagansiz? Hatto ki muslimayim. Unda tarjimasini qo'l qilib bilib qo'yadigan odamlar edi. Yo to'g'ri bilishingiz mumkin, lekin yozinglar dedim-ku men baribir. Tarjimasini bilan yozinglar, buni xosib taroki. Xo'p, yozdim. Boshqa yo'q ekanmiz, tugabdi. Xo'p. Endi mulaxos tarokibdan keyingi mashq. At-tadrib lil-istima. Eshitib bajariladigan mashqni bizda hozir. Demi bu al-wahdatu s-samina al-darsu 69. Dersi. الوحدة الثامنة العمل الدرس التاسع والستون الأصوات وفهم المسموع أولا الأصوات أربعة أين تدرس الهندسة؟ الوحدة الثامنة العمل الدرس التاسع والستون ثانيا فهم المسموع التدريب الأول استمع إلى الحوار ثم ضع الرقم في المربع المناسب الآن سنسمع أربعة حوار وهنا أربع صور كل واحدة منكن تسمع الحوار وتختار صورة مناسبة للحوار نضع رقم الحوار في المربع في الصورة المناسبة منيسة اسمعي أنت أولا واحد أين تدرس؟ أدرس في كلية الهندسة. ماذا تدرس؟ أدرس الهندسة. لماذا تدرس الهندسة؟ سأكون مهندسا إن شاء الله. ترجمي الحوار من ليس. حياتو قسم مهندس لي فاكولتي ده. ماذا تدرس؟ نمانو أورغانيسا. نمانو أورغانيسا مهندس لين. كم بولسان؟ نمجي مهندس لين نمجي أورغانيسا. نمجي مهندس لين أورغانيسا. مهندس بولمان إن شاء الله. سورة الدل. أي رقم نضع لسورة دل؟ واحد نعم مشتري اثنان
أين تدرس؟ أدرس في كلية الطيران. ترجمي. خير دوقتا أتوشي فقلت دوقتا. ماذا تدرس؟ أدرس الطيران. المانور المانور أوقيتا أتوشي أوقيما لماذا تدرس الطيران؟ سأكون طيارا إن شاء الله. جيد. ناظمة. ناظمة هل تسمعين؟ نعم. ثلاثة. أين تدرس؟ أدرس في كلية التربية. ترجمي. خير دوقيسان تربية. تربية ونيفرسيتي توقيما. Üniversite bas fakültet terbiye degani. Fakültet. Terbiye degani pedagogika degani. Pedagogika üniversite fakülteti okuyman. Mada tadrus? Adrusu terbiye. Nemani organizan? Pedagogika organizan. Limada tadrusu terbiye? سأكون مدرسا إن شاء الله. نمان كي بيداغوجيكا دا أوقيسان أختوچي بولامان إن شاء الله. نمان كي بيداغوجيكا دا أورغانسان بيداغوجيكا دا أوقيسان ماس نمان كي أورغانسان بيداغوجيكا شون ديزم أيو سورة تناسبو سورة با سلسة رقم ثلاثة. جيد. حوار تالي اسمعي منيسة. أربعة. أين تدرس؟ أدرس في كلية الصيدلة. ترجمي منيسة. أنا خير دوقيسان في كلية الصيدلة. فارماسيفتيكا. ماذا تدرس؟ أدرس الصيدلة. لما؟ نما أورغانيسان فارماسيفتيكانا أورغانيسان. لا تدرس الصيدلة. سأكون صيدليا إن شاء الله. نماجي أورغانيسان فارماسي بولمان إن شاء الله. نعم. سورة جيم. رقم رابع. أربعة. التدريب الثاني. التدريب الثاني. استمع إلى السؤال ثم ضع الرقم في المربع المناسب. بديم. قلت شو نقرأ سؤال ليشت؟ قيس رسم يماس لجنة أنا قلت شو رسم يس سؤال نومرنا قويش مسكري بولا. طب سؤال أول اسمعي مشتري. واحد. سمعتي مشتري. نعم. ماذا قال؟ ماذا تعمل نمقرسان؟ نعم. أي صورة مناسبة؟
Doktor. La سورة جيم لا يناسب. أي سورة يناسب؟ اشتري. ماذا؟ دال، سورة دال. نضع رقم واحد. نميش قلسان ده مخلص. أعمل مهندسة. اثنان. كم ساعة تعمل في اليوم؟ ناظمة ترجمي سؤال. كم ساعة تعمل في اليوم؟ ما معنى تعمل؟ بلسا. ماذا تعمل ديانا مريانا؟ ماذا تعمل ديانا؟ أنا ميش قلسا ديانا تيشون كماس. كم ساعة تعمل في اليوم ديانا؟ كن ده كم ساعة؟ نيك ساعات شليسة. أي سورة تناسب لهذا السؤال؟ سورة الباء. نعم. إثنان. هنا كيف نجيب؟ ماشي رسم يقرب جواب يرشيل. انظري كم ساعة هنا تظهر. أنا ما منقص سعر قوية سيزي كورا ما يبكي مسلم الله ماشتكي سعر قوية. أعمل 6 ساعات في اليوم. ساعات في اليوم. أعمل 6 ساعات في اليوم. جيد. سؤال تالي. اسمعي منيسة. منيسة هل تسمعين أو لا؟ نعم. 3. كم طفلا لك؟ ترجمي سؤال. سندنيش تبولا بور. نعم. سورة واو 3. رقم 3. وكيف يكون كيف يكون الجواب؟ لي 5 طفلين. أطفالين. 5 أولاد. أجبت خطأ. صحيح. 5 أطفالين. 5 أطفال. فهمتي؟ نعم. انتبهي إلى أعداد من 3 حتى 10. سؤال تالي. اسمعي مشتري. تسمعين أو لا؟ 4. أين تعمل؟ ترجمي سؤال. خير دشيشة. سورة كيف يكون الجواب؟ أعمل في الشركة. نعم. أي رقم نضع؟ 4.
سؤال تالي، اسمعي ناظمة. ناظمة، هل أنت مستعدة؟ نعم. خمسة، ماذا تدرس؟ ماذا تدرس؟ ترجمي سؤال أولا. لما جو قيسان؟ لما فعل قيسان؟ كيف تجيبين من سورة جيم؟ جيم يا قرب قناق جو برس نمو قيسان دوات فانا نسورة وات جيم خطأ سورة جيم لا يناسب سورة الألف أجيبي أجيبي ما شو زعسن زي أنا قام أقبل جواب بيرشم كريم نمو قيسان ده نمو قيس وشاني تشيس كده وقي بالون درس نمو قي ما عند بيت تشيس كده خنا قبول هذا قيس درس لي أنا رسم ده كورس تقولي أدرسه أو تربتكو يا وزل بوز بولد ويا هجى فانا نامني تاسز أدرس ودنكي أبو التوحيد وال التوحيد التوحيد والحديثة والحديثة وال فقه والفقه والتجويد والفقه والفقه والتجويد والتجويد فهمتي ناظمة؟ نعم. أي رقم نضعه لسورة ألف؟ رقم الخمسة. رقم خمسة. سؤال أخير، اسمعي مونيسة. ستة، ما مهنتك؟ كسبين نما. نعم. سورة جيم رقم ستة. نعم، كيف نجيب؟ مهنتي كما سيجام بولادة أعمل مدرسة. نعم جيد أحسنت. التدريب الثالث، استمع إلى الحوار ثم ضع علامة صحيح في المربع المناسب. واحد، نسمع الحوار ونختار الجواب صحيح أو صورة صحيحة التي تناسب للحوار مثل الاختبار خد تيست جوشب. Диалог işlerimizde mesela birinci gapıda kaysı biri münasip oşenge ptichke koyamız alamet sahih koyamız. Hop. Avvalan ahana davru müşteri İsmail müşteri anti avvalan. Mada ta'mel? A'malu mudarrisa. Mada ta'mel? A'malu mudarrisa. ترجمة
kim bo'lib ishlaysan? Ustoz bo'lib ishlayman. Ayyu suratu nasibu? Suratu. Birdan alif mi, ba mi, jim mi? Testga o'xshab tanlaysiz. Jim. Saniyan ismi nazmi? Ithnan. Ayna tudarris? Tarjimi sual. Qayerda o'qiysan? Tudarrisu. Tudarrisu dars berasan. Qayerda dars berasan? Ismoil javob. Udarrisu fil jami'a. Nima dedi? Universitetda. Universitetda dars beraman. Ayyu suratu nasibu? Suratul ba. Naam. Li surati ba nadau alama sahih. Munisa. Munisa. Ishtama. Thalatha. Fi ayyi kulliyatin tudarris? Tarjimi as-su'al awwala. Qaysi fakultetda dars berasan? نعم أدرس في كلية التربية بيدغوغ فاكولتي درس بيرم سورة ب جيد مشتري أربعة ماذا تدرس؟ نمانو قيسان نمانا؟ درس نما دديس قيتر باري؟ نمانو قيسان يوك تدرس تدي تدرس تمان نمانا؟ السلام عليكم سان وعليكم السلام ماذا تدرس لما بقول هذا مشتري لما أنا أورجنسان أورجنسان تدرس بقول تدرس بقول يبتمكو تدرس درس برسان لا ما درس برسان أدرس الثقافة الإسلامية. سورة الألف. نعم. ترجم الجواب. إسلام. مدنية. إسلام مدنية درس برنا. خبز. سورة تالية. السؤال التالي اسمعي بخدير وأنت لماذا تأخرتي؟ ماذا؟ ميكيت كردس دارس مستر نعم أنا قال يوزي مهمان كيف قال الله فنجي خسر أبنا تليجرام يوزي برا مستر اسمعي السؤال الخامس يعني سؤال أخير وهناك عدة أجوبة يجب عليك أن تختاري جواب صحيح صورة مناسبة للجواب جواب بوزيت هذا وش جواب كماس رسم تاليس ألف ما با ما جيم ترجمة قلس السؤال جواب إيش ترين يحصل خمسة كم ساعة تدرس في اليوم؟ ترجمي سؤال أولا. بكون اليوم بركن ده. نعم بركن ده. كم ساعة؟ كان بركن ده كانت نقا
ساعت بر كنا نت ساعت تدرس بر كنا ساعت درس بيرسا اسمعي الجواب أربع ساعات ايش ساعت درس بيرسا تور ساعت أي جيم. نعم سورة الجيم سورة الجيم جيد تدريب تالي كينج يمش التدريب الرابع استمع إلى الجمل ثم أجب باختيار الكلمة المناسبة درس برنشي خازم ماتن وقيدة برنشي ماتن ياش لبيش تبش خاسنة إيش السلام ايش تامس ما تنيش تبش خسلة هم ميلة برجة ونن كيين هم بيتدن مثلا برنش سوال جي سوال ماس بو جاب بوقي دي ما تنن سوز جشبان يم بولاد قيس سوزي دي وشانا تن ليسل ما تن يخش لبيس لب قلش لكري وشاتش برنش جشبان يم سوزي برنش جاب بو مثلا منيسا قلاد اكينش سنة مشتري که نازمه که مسلمه که مسلمه یعنی بیت قلاده که چکر گنه چون شنگه یخش لب متن نیشتب اسلب قالی لب معلومات لرن طارق الطب في كلية الطب هو الآن طبيب درست زوجة طارق الصيدلة في كلية الصيدلة يعمل طارق في المستشفى ويحب عمله يذهب طارق إلى المستشفى في الصباح ويعمل 7 ساعات في اليوم زوجة طارق الآن صيدلية تعمل زوجة طارق في المستشفى تعمل في اليوم 5 ساعات والآن أكمل بوضع دائرة حول الكلمة المناسبة 1 درس طارق في كلية خب یه نبر مرد تقوی برمان تیز اوقیانو چون خمسة ماذا تدرس؟ 6 ما مهنتك؟ التدريب الثالث باشقه استمع إلى الحوار ثم ضع علامة صحيح في المربع المناسب 1 ماذا تعمل؟ أعمل مدرسة 2 أين تدرس؟ أدرس في الجامعة 3 في أي كلية تدرس؟ أدرس في كلية التربية 4 ماذا تدرس؟ أدرس الثقافة الإسلامية 5 كم ساعة تدرس في اليوم؟ 4 ساعات التدريب الرابع استمع إلى الجمل ثم أجب باختيار الكلمة المناسبة درس طارق الطب في كلية الطب هو الآن طبيب درست زوجة طارق الصيدلة في كلية الصيدلة يعمل طارق في المستشفى ويحب عمله يذهب طارق إلى المستشفى في الصباح ويعمل 7 ساعات في اليوم زوجة طارق الآن صيدلية تعمل زوجة طارق في المستشفى تعمل في اليوم 5 ساعات والآن أكمل بوضع دائرة حول الكلمة المناسبة جملة أولى اسمعي منيسة 1 درس طارق في كلية في كلية ماذا؟
في كلية الطب. نعم. مشتري اسمعي الجملة الثانية. اثنان، درست زوجة القاضي في كلية الصيدلة. الجملة الثالثة اسمعي ناظمة. ثلاثة، طارق ناظمة. من طارق؟ طارق çocuğum. İki mertte koy verdi mi? Tarık kimliğine işlemediyiz mi? Tabip. Tabibim. أربعة، زوجة طارق مسلمة. من زوجة طارق؟ صيدلتي ديانا ابتيكا ديانا. انا طارق خطنا ابتيكا ما جواب تبتكو بردتسن تان لين بوتا صيدلة ديان جواب يوق. وقين جواب لنا مدرسات. مدرسات دبيت الادمه. مدرسة. كينجس. طبيبة. كينجس. صيدلتي. صيدلتي ماس. صيدلية. قيس برا. جيم. طارق خاطني كما كان. أنا أبتكا. أبتكا. أبتكا ما. يلا أنا كان. ماشي صيدلية انت على ديزو توغرا شو نما ديجانا ابتكاتي ابتكاتي بوشكا ابتكا بوشكا ابتكا جوي طارق ابتكا جي ويلا ما ينكو ابتكا بيناكو جويكو ابتكاتي ابتكاتي Aptekacı odam bo'ladi. Apteka u bino. İkita so'z alohida. Keyingi gap eshiting. Hamsa. Ta'malu zawjatu Tariq fil yawm. Maza qala tarjimi muslima. تعمل زوجة طارق في اليوم. ترجمي. تعمل زوجة طارق في اليوم. تعمل ديانا ما ديانا. تعمل نياردن برواري لمسلمة جه قزلة تعملون بالمسلم سليم إشليد إشليد إشليد. تعمل زوجة طارق طارق بر طارق تعمل زوجة طارق في اليوم. ترجمة قليل. تعمل نمديانيك يا مسلمة إشليد
زوجة طارق. طارق خطنا في اليوم. بركندا ويغنون يستطيعون تذكرين ايش سوات شلاشن ماشي واريانت لدى خمس ساعات صحيح. طيب انتهينا من التدريبات للاستماع، الآن أحدد الواجب. الوحدة الثانية. الآن أحدد واجب البيت. الوظيفة. التدريب الأول، تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال. شيري جيم بلان مثال تكتيك سوال جواب قلسلة شيري بلان مس وزيلة قلسلة. مثلا مثال، كم ساعة تعمل في اليوم؟ سؤال لا يتغير، هذا السؤال سوال أزجار ميدا، فقط يتغير وقت العدد، عدد ساعات نيج ساعات لجور أزجر هذا. أعمل مثلا عمت ثماني تختم بونس ماس أعمل من ثماني ساعات سكز أخو كوشت يا سكز ساعات شلي ما عنديس رسم يا خرب جواب برس. وكم ساعة تعمل أنت؟ كين سؤال بيرجع ودمنا شو إكينش جواب بيروت كي ودم موزي يعني سؤال بيرد بونس سؤال يا موزجر ميد. كم ساعة تعمل أنت؟ Ondan keyingi ikinci cevap, demek bu birinci cevap ve ikinci cevap. İkide cevap verir kendisine. İkide soru ve ikide cevap verir size maşıkta. İkinci soruyla cevap verir. Tuttu bana 7 saattir. Bunların fakat adadı uzgaradı. Yani, amelü 7 koyasıyla resmi yıkarıp saatin dururadı. Sonun uzgarat, sonun arasında olasla. Kutuşuna kılıp soval cevap. Bir, iki tezden soval ve iki tezden cevap verip çıkasla. Her bir tarasım. İki, demin bu bir, iki, üç, tur. Yani turtta soval cevap. Her bir soval cevap da iki tezden soval, iki tezden cevap. Bu şeyle gelin. Hal hazet tedrib vadı. Allah. At tedribu sani. İkinci marş. تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال. دمي مثال ديك سؤال جواب قلسلين. أين تدرس؟ سؤال لا يتغير. أدرس في كليتي، اسم الكلية يتغير. كلية أزجرت. ماذا تعمل بعد الدراسة؟ أقشتن كيين نما إشقلسان يعني أقشتو يين كيين يعني بيترب نما إشقلسان دي يعني دي سأعمل ونما أنت مهنة يازل وش مهنة كاسب يازل آخر سا عن بولش كيري سيلنا إشقلسان إن شاء الله خم أزيار ميد أما سيجيش نقى أين تدرس؟ Kiye, maza setamal ve de dirasede soru veriş kısıla ve resim yakarak cevap veririz. Fakülte tozgerede ve kasp tozgerede. Vadih avla. Cahit. At-tadribu s-salis. Tabadali sual ve cevabı ma'azemil. زملائي سؤال جواب. أدرس في كلية الطب. أين تدرس؟ سؤال أزجر ميد جواب برسل. أدرس في كلية الهندسة. أين تدرس؟
pastiga kulliyalarni hammasiga adrusu fi kulliyati tamrid boshlaysizlar. Keyin aynan adrus deysiz. Keyin yana javob ham keyingisiga qarab men shu fakultetda o'qiyman deb javob berib chiqasizlar har bittasiga. Vodih? Va hokazo fil jadval ba. Ba qismida ham xuddi shunaqa. Adrusu tib. Maza tadrus? Tibbiyotni o'qiyman. Sen nimani o'qiysan? Adrusul handasa. Maza tadrus? Man muhandislikni o'qiyman. Sen nima o'qiysan? Mana pastda tarbiya, ulum, soydala hammasi bor. O'qiydigan fanlar. Ana shuni o'qiyman. Sen nimani o'qiysan? Men buni o'qiyman. Sen nimani o'qiysan? Qilib bir-biringizdan bir-biringizdan emas, o'sha daftarga savol-javob yozasizlar, hamma o'zi yozadi. Savollar ham, javob ham. At-tadribur robi. Hazza tadrib axir, mana shu oxirgisi keyingilarini birga qilamiz. Hakaza, ya'ni huna aydan savol va javob. A'malu tabiban. Maza ta'malu anta? Man shifokor bo'lib ishlayman. Sen nima ish qilasan? Kim bo'lib ishlaysan yoki a'malu muhandisan? Maza ta'malu anta? Mabda mudarris bor, soydali, muallim bor. Har bittasiga men shunaqa bo'lib ishlayman. Sen nima ish qilasan? Men bunaqa bo'lib ishlayman. Sen nima ish qilasan? Men bunaqa bo'lib ishlayman. Xullas savolinglar o'zgarmaydi. Maza ta'malu anta berasizlar. 3 marta javob berasizlar. Keyingisida a'malu fi al-mustashfa. Shifoxonada ishlayman. Ayna ta'malu anta? Savol o'zgarmaydi. Hatto ishlash o'zgaradi faqat. A'malu fi ash-sharika. Ayna ta'malu? Mana pastida ko'p joylarni bergan. Madrasa, demak maktabda ishlayman. Sen qayerda ishlaysan? Muxtabar. Mana shu joy hammasini tarjimasi bilan yozinglar. Tarjimasi yo'q bo'lsa, keyingi safar mashqlarni qarayman, tarjimasi yo'qmi? Tekshirmayman va hisobga ham olmayman. O'zbekchasi bo'lishi shart. Shu har bitta gapni, so'zni o'zbekchada yozayotganingizda miyangizga shuncha o'sha so'zni qayd qilasizlar. O'sha so'z yodlamasangiz ham uje shunday esingizga keladigan bo'ladi. Tushundingizmi o'zbekchasini yozish shart? هذا تدريب أخير. هل توجد الأسئلة؟ سؤال لبارما؟ لا توجد. إذن لا تملوا في كتابة واجبات البيت. اكتبوا ترجمة جمل باللغة الأوزبكية أيضا. Ermasdan o'zbekchasini ham yozinglar. Sanaltaqi yawmal inshaalloh shama kuni ertalab agar qilib olsam, xudo xolisa, bu vazifalarimni ertalab o'tamiz. Duo qilib turinglar, chunki dars bugundan darsimiz boshlanadi-yu. Har bitta darsni vazifasini qilib jo'natishim kerak-da darsdan. Kechasi qilaman deydi. Shuning uchun duo qilsanglar tez-tez qilib olsam vazifalarimni. Shanba kuni ham 10 da boshlanadi bizan darsimiz. Sizlarning vaqt bilan sizlarning darsingizlar 10 da bo'lsa, menda 8 da bo'ladi. Hal dars qilib bo'lmagan bo'lsam 8 da ham yozib o'tirgan bo'laman. Shuning uchun duo qilsanglar 8 gacha qilib olsam sizlarning darsingizlarni o'tib keyin o'zimizdan dars boshlanadi. O'tvasa yaxshi bo'lardi sizlarning darsingiz ham shanba kuni o'tib qo'ysa yaxshi bo'lardi. Mayli yaxshi o'tiringlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Assalomu alaykum.